مرة تانية معاكم أعزائي المشاهدين، وبنتكلم دلوقتي عن إزاي نستثمر الانتصارات الخاصة بالوطن إن إحنا نوصلها لأولادنا ويحسوا بيها ويحسوا بأهميتها، علشان هم كمان يرتبطوا بهذا الانتصار ويرتبطوا بأمجاد الوطن. ودي من النقاط الهامة جدا، أي شعب في العالم وأي دولة بتعمل الكلام ده، فما بالكم بقى شعب عريق زي شعبنا وانتصاراته مجيدة وكبيرة وهامة جدا، وبتظهر مدى قوة الشعب المصري. لازم يعرفها ولازم يحبها ولازم ينتمي ليها. ازاي نوجد الكلام ده في اولادنا؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفتنا الدكتوره ولاء حجازي، دكتوراه في فلسفه التربيه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، كل سنه حضرتك طيبه ومصر بخير يا رب، وامن وامان دايما. وانت طيبه. وقبل ما نبدا لقائنا يعني دكتوره ولاء عايزه تعمل كده تهنئه بسيطه شعريه قصيده كتبتها بمناسبه دايما كل مناسبه لازم يبقى ليها قصيده جميله وطنيه اجتماعيه دينية. فكده نصبح الناس بمناسبة احتفالات أكتوبر ونقول لهم صباح النصر. بتقول إيه؟ وصباح النصر لمصر، وصباح النصر لمصر، أكتوبر أحلى الأعياد، مرفوعة يا رايات النصر، ده تاريخنا مليان أمجاد، وهي فرحة للمصريين عدى عليها سنين وسنين، بس هتفضل ساكنة قلوبنا ونحكيها الأجيال تانيين. ما هو جيشنا حقق في ساعات أحسن نصر مع البطولات، ولا عمره يخاف أي حاجات أو يقبل يوم الاستعمار. مصرنا ولادة وحكايات، وشعبنا أصله من الأحرار. أما شبابه شباب ثوار، يفدي بلاده يزيدها عمار. حتى نطال الظلم في يوم، ليلنا هيصبح بعده نهار. ده اللي يحقق مصر في يوم، ده اللي يحقق مصر في يوم، عمره ما يعرف أي محال مهما سقيت الدنيا هموم. وقت الشدة أقوى رجال، واللي يهوى بيوم من أرضه راح يتدمر كده في الحال. أرضه دي وطنه، شرفه وعرضه، وما فيش فيها كلام يتقال. جميل جميل. دم المصري حر وحامي، أصله وراثة من الأجيال. عمره خفيف الظل بطبعه، وانت الحزن يقول موال. جيل ورا جيل بيسلم بعضه، مصرنا غالية ام الابطال. كلمة اخيرة انا رح اقولها، مصر امان علينا نصونها، هي بلدنا وقوتنا وبيتنا، هي الحضن اللي مجمعنا، هي حياتنا واجمل معنى، هي حبيبتي وبرضه حبيبتك، هي الوطن اللي بيجي معنا. وصباح النصر لمصر، اكتوبر احلى الاعياد، مرفوعه يا رايات النصر، صباح النصر على المصريين كلهم. جميل قوي. بصي هاخد بقى من القصيده اللي انت كاتباها النقاط الهامه اللي احنا عايزين نتكلم عليها، فكره تواصل الاجيال، تواصل فكره الانتماء او الحفاظ على الارض، او قيمه الانتصارات وقيمه التاريخ وقيمه السابقين وقيمه الشهداء اللي ضحوا من اجل هذا الوطن. الأهمية التاريخية والأهمية الاجتماعية إن ده يكون دايما موجود في الأجيال وفي الولاد. إيه؟ هو أنا شايفة إن فكرة أصلا الاحتفال بالمناسبات أو المناسبات الوطنية أو المناسبات بشكل عام دي مهمة للفرد وللمجتمع. أولا الاحتفال بالمناسبات سواء بقى اجتماعية دينية وطنية شخصية، ده بيعزز روح الأمل والتفاؤل والإيجابية والبهجة والسعادة. بيبقى في كده إقبال على الحياة، يعني في ظل بقى الضغوط والشغل وروتين العمل والحاجات دي، فلازم نكسر شوية ضغط الحياة. فده بيدينا بارقة أمل إن إحنا قادرين نتخطى الصعب، ان احنا مرت علينا اوقات كتير صعبه، لا ده اللي جاي احلى، لا ده احنا كنا بنعمل ايه وهنعمل ايه، اي مشكله تواجهنا لا هنقدر ان احنا نتخطاها. فالمناسبات بقى الوطنيه دي يعني بتبقى مهمه جدا لكل الاجيال. ازاي استغل او استثمر هذه المناسبات في ان انا ازرع الفكره والانتماء والارتباط بهذه النجاحات وهذه المحطات التاريخيه الهامه في ذهن الولاد الصغيرين والشباب الصغيرين
اللي هم دلوقتي الشباب اللي بيمثل الكتلة الأساسية من نسبة السكان المصريين، وهم الأمل، وهم اللي زي ما اتكلمنا مع ضيفتي السابقة إن هم دول المستهدفين، يعني هم المحور الهام جدا لمستقبل مصر، وهم المستهدفين في نفس الوقت. هو يرجع أصلا التنشئة الأسرية من البداية، يعني إن أنا أنمي حب الوطن والانتماء والولاء في نفوس الأطفال، ده بيبدأ من الصغر. إزاي؟ بيبدأ من وليدي. الأسرة. يعني إن الأسرة والأب كده والأسرة تعمل. إحنا أولا كتربويين دايما نقول للأباء والأمهات كونوا قدوة لأبنائكم. يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا شوف أنا بعمل إيه، ابني هيقلدني أو بنتي هتقلدني. بالنسبة بقى للمناسبات الوطنية والأحداث بقى الجارية بقى والأخبار وكده، أما يكون في شغف عند الأب والأم إن هم دايما منشغلين بمتابعة الأحداث اليومية، متابعة الأخبار، شوف بيجرى إيه في الوطن العربي، الطفل نفسه هيكتسب ويتشرب الثقافة دي. طب خلينا نقف عند النقطة دي. إحنا يعني زي ما أنت قلتي الأجواء ملتهبة دلوقتي، ووسائل الإعلام كلها مليانة بالأخبار حول بلاد العالم كلها، وفي منها بعض المشاهد بتكون دامية وموجعة تماما. في بعض المتخصصين يقولوا ما فيش داعي الأطفال يشوفوا المشاهد دي، ويعرفوا الكلام ده ممكن يوترهم أو يجيب لهم كوابيس أو يحسوا بالحزن. وفي بعض الآخر بيقول إن متابعة الأخبار دي أو توصيلها للأطفال بيخلق عندهم نوع من الوعي عن ماهية العالم وماهية الخلافات والدول والسياسة والكلام ده كله. رأيك إيه؟ يتابع مثلا الأخبار النشرة مش شرط يتفرج على كل حاجة بالدقة، خصوصا حسب المرحلة العمرية اللي هو بيمر بيها. يعني هبدأ مثلا من الطفولة، يعني رياض الأطفال اللي هي مرحلة الطفولة المبكرة قبل ما يروحوا المدرسة، يعني من 3-4 سنين لست سنين. نحاول بس الأول نشكل الأول وعي الطفل. تمام. لأن الأسرة هي تعتبر البيئة الأولى والأساسية في التطبيع الاجتماعي للطفل، لأن هي اللي بتهيئه إزاي يبقى كائن اجتماعي ويقدر أنه يتفاعل مع بعد كده المجتمع، من خلال أول المدرسة. بعد الأسرة بيمر بالمدرسة، والمدرسة بقى بتبدأ إيه تشكل دورها في أن هي تخليه مواطن صالح قادر على التكيف مع البيئة والمجتمع والتعاون يعني مع أفراد المدرسة وكده. علشان كده بيقال دايما، يعني هو احنا بنتكلم عن تضافر المؤسسات، لازم تكون دور الأسرة لوحدها مش كافي، ولكن المؤسسات كلها سواء إذا كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، كل واحد يقدم مساعدة في فكرة تنشئة الشباب والأطفال من قبلهم على فكرة الانتماء وتاريخ مصر القديم. لكن خلينا يمكن بشكل خاص نتكلم على المؤسسات التعليمية اللي بيقوم عليها الدور الأكبر، واللي بتاخد الطفل من هو صغير زي ما قلت لي ست سنين لحد ما بيبقى شاب خلاص داخل مرحلة الشباب، داخل الجامعة بيبقى شاب مؤثر، أفكاره متشكلة تماما. فالمؤسسة التعليمية ليها دور هام جدا، سواء إذا كان من ناحية المناهج التعليمية اللي بتقدم ليهم أو الأداء الخاص بالمعلمين داخل المدرسة. رؤيتك إيه للموضوع ده؟ ما هو إحنا قلنا الأول الأسرة هي المؤسسة الأولى، بيليها في الأهمية تاني حاجة المدرسة، لأن المدرسة بقى الطفل بقى بيتعلم فيها النظام بشكل أكتر، يعني بيبقى أكتر وعي بأن في نظام لازم أن أنا في قواعد هتبعها، في نظام، في قوانين ما ينفعش أن أنا أتخطاها. فيبدأ أن هو هنا يحس بإيه؟ بأن في مسؤولية عليه، في حد رقيب عليه، في نظام لازم أن أنا أتبعه، ما ينفعش أن أنا أخرج عن المألوف. فهنا بتعود الطفل أصلا أن هو يحترم حقوقه وواجباته، يحترم النظام، يحترم المسؤولين، إزاي يتعامل مع المعلم، إدارة المدرسة. وبرضه حوار المدرسة أصلا لازم يبقى يكون جوه المدرسة، داخل المدرسة، المناخ المدرسي مهيئ لأن هو يكسب الأطفال تنشئة وطنية وثقافية وسياسية سليمة. يعني أكيد. لازم المناخ أصلا نفسه يكون فيه ديمقراطية، يكون فيه حرية رأي، حرية تعبير، احترام للرأي الآخر، يبقى فيه ثقافة أصلا الديمقراطية. جميل. فضل لنا دقيقتين فقط. فطبعا ما نقدرش إن احنا نغفل دور الفن. أكيد. وسائل التواصل الاجتماعي. احنا شايفين فيلم تسجيلي صغير زي اللي احنا شفناه فيه تعب وفيه تاريخ وفيه يعني أفكار هامة جدا لازم توصل للشباب وللولاد. قولي لي رؤيتك على دور الفن ودور الثقافة ووسائل الإعلام بصفة عامة. هو عامة جميع المؤسسات التربوية سواء بقى المنزل أو المدرسة أو المؤسسات التعليمية أو المسجد أو الكنيسة، وسائل الإعلام عليها دور مهم جدا، وسائل التواصل، كل المؤسسات لازم بتصب في الآخر في مرحلة في مصلحة من إعداد مواطن صالح. يعني الهدف الأساسي أن أنا أنشئ مواطن صالح قادر على التكيف مع المجتمع، قادر أن هو يواجه التحديات اللي هتواجهه في المجتمع. لأن لو الانتماء
والاساس مش سليم هيبقى الفرد او الطفل ده مغترب، هيبقى فيه تشكيك في هويته. صحيح. هيبقى عرضه للتحديات بقى اللي احنا بنواجهها كتربيه، ده اللي احنا طبعا اللي هي عمليه التربيه بتواجهها، سواء علامه تطرف، افكار بقى، عنف، تعصب، فتن. فلو الاساس سليم والغرس سليم، والتنشئه برضو الدينيه مهمه جدا، لان حب الوطن من حب الدين، انتماء، الانتماء بقى هنا ان انا بحب وطني، ان انا منتمي اصلا للدين والعقيده بتاعتي. العقيده بتاعتي بتقول ان انا احب وطني، ادافع عن ارضي، ان انا انتمي للاسره، ان انا ادافع عن الجماعه اللي انا بنتمي ليها اللي هو المجتمع، لان الاسره جزء صغير من المجتمع ككل. فهي انا شايفاها كلها بتتكاتف ايه في مصلحه المواطن. هايل هايل، ده كلام جميل جدا. احنا بنتمنى ان طبعا يعني المتابعينا خصوصا الامهات اللي زي ما بنقول من بدايه حلقتنا النهارده ان هم العنصر الاساسي المؤثر في الولاد. انت مؤثره في الولاد بشكل لا تتخيليه، حتى لو انت ما بتخرجيش بره البيت، او انت غير عامله، او حتى غير متعلمه، شخصيتك وثقافتك والكلام اللي بيطلع منك هيبقى مؤثر جدا في ولادك. فالنصايح دي هامه جدا انك لما تيجي تتعاملي معاهم وبتخلقي شخصيتهم ان هي تكون موجوده. انا بشكر ضيفتي العزيزه الدكتوره ولاء حجازي، دكتوراه في فلسفه التربيه، نورتينا النهارده. سعيده ان كنت وحضرتك، وكل سنه ومصر بخير يا رب. وانت طيبه، ومعاكي ومع كل الساده المشاهدين بعد الفاصل هرجع ليكم تاني انا وزميلتي عسل. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تاني وبرنامج زينة وطعم البيوت. طبعا النهاردة حلقتنا كانت من الحلقات المميزة، وفقراتنا كمان كانت من الفقرات المميزة، لأنها احتفال بمرور 51 عام على انتصارات أكتوبر المجيد. الحقيقة يعني احنا النهاردة استفدنا بأكتر من معلومة من خلال فقراتي وفقراتك يعني، واكيد بنوجه كل التحيه وكل الشكر لكل اسر الشهداء. اكيد طبعا، اكيد طبعا، كل سنه وكل المصريين بخير، ودايما فرحانين باحتفالاتنا وانتصاراتنا، ودايما احتفالاتنا وانتصاراتنا بتدينا خطتنا للمستقبل، ودي الجزئيه الهامه جدا اللي احنا حاولنا نوصلها في حلقتنا النهارده. احنا بنحتفل بانتصارات سابقه لكن مش معناها ان هي فتره وانتهت او حياه وانتهت، لا، بيبقى ليها امتداد بشكل او باخر في الوقت الحاضر وفي المستقبل كمان. وجداننا لغاية دلوقتي يعني احنا يمكن زي ما انت علقتي كده وقلتي ان في بنشوف مجهود قوي جدا في افلام تسجيلية عن حرب اكتوبر. والله لغاية دلوقتي الواحد بيحس برضو يعني بقشعريرة كده لما طبعًا بنشوف في بعض المشاهد الحقيقية وفي بعض المشاهد الممثلة، ولكن في النهاية احنا بنحس ان الروح دي ما انتهتش، ولكن هي مكملة في اولادنا وفي احفادنا. صحيح صحيح، وما تنتهيش ابدا ان شاء الله. انا كنت سعيدة بيك النهارده يا عزه، نورتينا في زينه بطعم البيوت، وبتمنى من كل الساده المشاهدين ان هم يكونوا استفادوا معانا النهارده في حلقتنا، واستمتعوا بالاحتفاليه الهامه العظيمه اللي بنقدمها لنصر اكتوبر، وبنواصل هذه الاحتفاليه غدا ان شاء الله، والى لقاء جديد يوميا وفتره زينه بطعم البيوت.